ستسعى الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة. هذا مؤتمر يكون تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذه الفكرة ليست بالفكرة الجديدة، هي فكرة قديمة للجزائر لكن لم تجسد، ونحن نريد إحيائها لأننا نرى أننا ملزمون على إدخال تكامل بين المقاربة السياسية والمقاربة الاقتصادية، لأن المقاربة السياسية في حل المشاكل في المنطقة لا تكفي، وأننا بحاجة إلى عمل متمم ومكمل على الصعيد الاقتصادي. فالمؤتمر يكون مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذا يأتي في نهاية المطاف، تتويج للعملية السياسية، ماهوش منطلق أو بداية.